زياده. اللبناني الرائد في التطوير العقاري واللي سبق وتعرفنا عليه بكلم الناس نزور اليوم بشركته بلاس فيغاس نيفادا. اذا نحن بنحب لبنان في كتير بالاختراب يلي هن سكند وثيرد جينيريشن ما راح يحبوا مثل ما نحن حابين. نحن بدنا يكون كمان في الاستثمار هو اللي يجذب هالاختراب، فنحن سميناه استثمار. إضافة للاستثمار العقاري هناك استثمار أهم وهو بالطاقات الشبابية، وبهالإطار ولد مشروع مع جامعة الكاثوليك لتدريب الطاقات اللبنانية بالشراكة مع أكاديمية ريناك العالمية. عم نستثمر بالشباب اللبناني بالفكر والطاقات الشبابية اللبنانية، لأنه نحن بدنا لبنان يصير هب مرجعية ورائد بالمنطقة بكل شيء تكنولوجيا وبكل شيء رينيوبل انرجي، الطاقة المتجددة. جوجل، تسلا، اير بي ان بي وشركات عالمية كبيرة يعمل معها اليوم زيادة لتطوير وبناء مدن المستقبل. نقدر نجيب شركة مثل تسلا على لبنان لنقدر نخلي لبنان يكون the technical support center، يعني يكون لبنان مركز التكنيكال سبورت لشركة مثل تسلا بالمنطقة، هو achievement كتير كبير لنا. وحتى كمان نحن قد ما فينا عم نجرب نفوت الطاقة اللبنانية بكل مشروع عم نعمله حتى بلبنان، يعني نحن في كتير اشياء عم نعملها هون عم بيكون الشغل تبعها عم بيصير بلبنان. فيليب زيادة نموذج اللبناني اللي تلقف مبادرات LDE ويسعى اليوم لجعل لبنان في صلب اهتمام العالم. LDE هو كان حلم انه نحن كل عمرنا بالهجرة بتحلم ترجع على لبنان. كيف فيك ترجع؟ كيف فيك ترجع عند أهلك وعلى بلدك؟ كيف فيك تساعد؟ كيف؟ لأنه هيدا حتى بلا ما نحكي كتير شعر، هيدا أنت كرجل تعبت واشتغلت ونجحت، هيدا بالنسبة لك هي تثبيت النجاح، بس ترجع على أهلك وبلدك وتحس حالك قدرت تغير أو قدرت حتى لو قد حبة العدس، هالإحساس كتير حلو.